سلامات سلامات سلامات. تعودتي؟ حطي لها ثلج بسرعة. حصل خير حصل خير. مسكينة تعورت. تشفيك مرتبكة كذي؟ ترى ياين يخطبوني أنا مو أنتي. كي متأكدنا ياين يخطبونك؟ والله قالوا لهم ياين يخطبون. إيش حق يقولوا لك أنتي؟ مفروض يقولوا لي أنا. مبارك ما ياب لي طاري، قال بس ويزورنا. سمعيني غالية، ياني وياك تقولين إي أو لا ولا كلمة. أنا رضيت إنهم يجون هني بس ماني موافقة، يبي لي وقت أفكر. حاضر. راح يبي لك يسخن حد ثلج. تسلم ايدش على هالقهوة، إن شاء الله نشربها كل يوم. دام صار صخة ومثل ما يقولون ما نبي نطول عليكم، إذا تسمح لي وأنا أتكلم. يعني أنا ما أدري شنو أقول بس. لا تقول ولا شيء، دام منحرج أنا بتكلم. يمكن أنا أول ولد يخطب حق أبوه. يعني يا هيا، المفروض إحنا من زمان ساكنين قراب من بعض. يعني تعرفين ساكن بروحي وتقريبا بيتي فاضي. العيال كبرى وكل لاهي بمشاغله. ايه هذه سنة الحياة. ايه بس مبارك تدري انت انا ما اقدر استغنى عن بنتي. ها حبالك انا ما فكرت في هالموضوع. لا يبا لا عفا عليك، بس ما راح نهدش بروحك. اول ما اتزوج انا وغالية تطلعين من هنا تسكنين معانا.